بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، اسمحوا لي سيادة الرئيس قبل أن نبدأ أن أعبر عما يجيش في خاطري عن هذا المؤتمر حكاية وطن وما نحضره في اليوم بالأمس واليوم، وأنتهز هذه الفرصة ونحن في أول أكتوبر أن أتقدم لسيادتكم وللقوات المسلحة والشعب المصري بالتهنئة بعيد العبور، العبور من الهزيمة إلى النصر، العبور والكرامة للمصريين. ونحن في اليوم الثاني من هذا المؤتمر التاريخي الذي لم يسبقه مؤتمر مثل ذلك بهذه الصراحة وبهذا الوضوح من قبل، على الأقل في حياتي لم أراه. أريد أن أعبر أن حكاية وطن ما بين 2014 ل 2023 ما هي إلا عبور آخر، عبور ما بين سياسة ترك المشاكل والأمر الواقع لأن يحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع بواقعية شديدة، العبور ما بين سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض إلى سياسة المواجهة الحقيقية، العبور ما بين اليأس إلى بناء الأمل الحقيقي في بناء بلد جميعا نتكلم إن احنا نستاهل أحسن ما احنا موجودين. هذا الكلام لم يكن تعبير تلقائي مني، ولكن ما شاهدناه بالأمس من صور تمثل واقع مصر في 2014 وما حدث بها ثم ما نحن عليه الآن، هذا وكل ما شاهدناه إنما يترجم على هذا العبور العظيم التاريخي الذي نحن نشاهده ونكون جزء منه، وهذا شرف لنا جميعا. هدي مثال واحد من الأمثلة اللي اتقالت، دولة رئيس الوزراء وهو بيبص على المرور والمحاور وكان المظهر والمنظر شاهد، وباعتراف الجايكا في دراسات سابقة والبنك الدولي في دراسات لاحقة أن مصر كانت ستتحول أو القاهرة الكبرى خاصة إلى جراج كبير لا يمكن التحرك فيه. ثم ما قاله وزير النقل أن الخسارة الناتجة من عدم كفاءة الطرق كانت تمثل أكثر من 8 مليار دولار. وبالتالي وهدي مثال برضو معالي وزير الزراعة وما شاهدناه من زيادة الرقعة الزراعية، أحب أقول بس معلومة، لولا هذه الزيادة ما كنا استطعنا أن نحصل على القمح في هذا العام 4 مليون طن، وهناك مثلهم في المجتمع مع الناس لسبب واقعي حقيقي ان تم زراعة العام الماضي 650,000 فدان بنجر، والبنجر بيحل محل القمح، هو نفس الموسم ونفس الارض ونفس الحاجة، يا نزرع بنجر يا نزرع قمح. فان لم يكن هذا الاستصلاح اللي انا خدت منه السنة اللي فاتت 650,000 طن قمح ما كنا نستطيع أن نحصل على هذه الكمية، أو على الأقل بقاء الكمية المنزرعة من القمح 3.2 مليون فدان.
كانت هتقل. طبعا السكر مهم جدا، والحمد لله ان احنا نجح زراعة البنجر، ولكن ان لم يكن هذا الاستصلاح تم كان سيؤثر تأثيرا مباشرا على مفهوم الأمن الغذائي والاستقرار في هذا البلد. هقول بس جملة تانية في هذا المقام، أريد أن أسأل نفسي وكل منا يسأل نفسه وكل مواطن يسأل نفسه، إن لم نقم بتنفيذ كل هذه المشروعات في الفترة من 2014 ل 2023، كل واحد يتخيل مصر كانت هتبقى عاملة ازاي ويحافظ على الإجابة لنفسه. إذا رضي عنها خير كبير، وإن لم يرضى عنها فيجب أن نستمر في التنمية والبناء حتى يكون هذا البلد بلدا يستحق أن نقول عليه أم الدنيا بحق وحقيقة. عودة، بعتذر عن هذا الموضوع، ولكن كان أحب أن أعبر عن شعوري ورأيي في ما يحدث أمامنا الآن. عودة إلى الأمن الغذائي، وأصبح الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول، سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الدول الأقل نموا، لأنه أصبح يمثل جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد، وخاصة والجميع تكلم عن ما حدث في السنوات الثلاثة الأخيرة وهو جائحة كورونا، وشفنا إيقاف تام لبعض العمليات الإنتاجية، ويمكن نسينا قعدنا يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع ما فيش طيارة بتطير فوق العالم أجمع، وكانت المواني مغلقة وكانت خطوط الملاحة مغلقة، وبالتالي أثر تأثيرا سلبيا على كمية الإنتاج ومن ثم المعروض من كافة السلع. ثم بعد ذلك جاء ما بعد جائحة كورونا، والعجلة الاقتصادية العالمية ابتدت تتحرك، وبالتالي زاد الطلب على المحروقات، ووصل البترول لأرقام لم يكن لها سابقة حتى في 2008-2010 لما وصل $100 كانت حاجة مستغربة في العالم، ووصل $140 و$142 في هذا الوقت، ولم يستطع العالم أن يستوعب هذه الزيادات وهذه الموجات التضخمية الغير مسبوقة. فحدثت الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الطين بلة، ومن ثم أثرت على كافة خطوط الملاحة وكافة المعروض، فزادت الأسعار أكثر وأكثر. مع ذلك كله، فخامة الرئيس، سيادتك كنت واجهتني قبل حدوث الكورونا أن نحاول أن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي 6 شهور، واعتمدت سيادتك 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية، وكنت أنا مستغرب، طب ما احنا بنشتغل على 2 و3 شهور والدنيا يدوب ماشية، إنما كان هناك رؤية حقيقية لاحتمالات أكثر تعقيدا. فبالتالي لما حصل الحرب الروسية الأوكرانية، وده كان في فبراير، ارتفعت أسعار القمح من، ومعالي وزير المالية قالها بالأمس، من 230-235 وصلت ل $520. لو ما كانش عندنا احتياط استراتيجي في هذا الوقت كنا اتعرضنا لهزات غير مسبوقة، وكلفنا أنفسنا أضعاف الموازنات المعتمدة، لسبب كنا معتمدين $260-$300، عندما لم يكن في هناك اعتماد لهذه الأرقام. فالحمد لله مارس ما استوردناش، أبريل ما استوردناش، مايو ما استوردناش، يونيو ما استوردناش،
لسبب وجود احتياطيات استراتيجية، وابتدينا نستورد اعتبارا من آخر يونيو 22، وبالتالي قدرنا نمتص مثل هذه المتغيرات. الأمن الغذائي يعتمد على ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول هو توفير وإتاحة السلع. لو السلعة مش موجودة عندنا لا نستطيع أن نتكلم عن أمن في هذا المقام. نمرة اثنين، قرب هذه السلعة من المواطن حتى يمكن وصوله لها والحصول عليها. نمرة ثلاثة، قدرة المواطن على شراء هذه السلع. ثلاث حاجات: توفير وإتاحة السلعة، ثم إمكانية وصول المواطن للسلعة، ثم القدرة الشرائية للمواطن بالأسعار العادلة أن يحصل على السلع. حتى يمكن أن نصل إلى ذلك تم وضع استراتيجية حقيقية، وتم اعتماد هذه الاستراتيجية سواء يمكن قبل أن أتولى مسؤولية وزارة التموين والتجارة الداخلية في فبراير 2017، كان حضرتك اعتمدت خطة الاستراتيجية لتطوير الصوامع، وهو المشروع القومي الأساسي في جزء أساسي منه للأمن الغذائي. ثم اعتمدنا الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017، التي شملت، هنشوف أمور كثيرة على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وكذلك شبكات التوزيع. هنتكلم النهاردة على أهمية البنية الأساسية في مفهوم الأمن الغذائي. كان عندنا بالنسبة للصوامع، وهو المكان الرئيسي لتخزين الحبوب، كان عندنا في 2014 1.2 مليون طن. 1.2 مليون طن على أرضنا معناها توفر لي شهر ونص، ولو كان عندي أوامر شراء جاية من البحر فكنا بنعتمد على هذا الموضوع، فكنا بنبقى عندنا احتياطي شهرين شهرين ونص، إنما التلاتة دي ما كناش بنشوفها بمفهوم حقيقي. وده 2014، والصوامع ابتدت يمكن من وقت جمال عبد الناصر في أوائل الخمسينات، فكان حجم الصوامع حتى هذا التاريخ 1.2 مليون طن. النهاردة وإحنا بنتكلم في 2023 عندنا 3.5 مليون طن، يقضون حوالي 5 شهور بالإضافة للصوامع اللي موجودة في المطاحن. كان عدد الصوامع 32 صومعة، بس الساحات بتاعتها كانت صغيرة، يعني كانت ما بين 30 و40 ألف طن. الساعات الجديدة اللي احنا بنعملها 60 و90 و120 ألف طن بالنسبة للصوامع، وبالتالي بقى عندنا حوالي 89، لو انا مش شايف صح. بالإضافة ان هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من الدعم بتاع البنك الدولي، وبحوالي 21 صومعة، منها صوامع جديدة، ومن أهمها صوامع الجنوب. النهاردة الجنوب، جنوب مصر، سواء في توشكا أو شرق العوينات زي ما شفنا، أو في المناطق في الفرافرة وفي سيوة وفي المناطق دي كلها، بقت مصدر رئيسي لإنتاج القمح. وبالتالي عندنا مجمع صوامع في توشكا ب 300 ألف طن، وعندنا في دندرة مجمع ب 120 ألف طن، بالإضافة إلى إضافة ساعات تخزينية لصوامع موجودة سواء في المفلسة سواء في المرجدة سواء في كافة، وبالذات في الجنوب هنضيف هذا العام 750 ألف طن. وهناك خطة مستقبلية معتمدة بحيث نصل ل 4.8 مليون طن تخزين. دكتور علي، اتفضل. انت حاطط ال 450 ألف طن صوامع اللي في الدلتا الجديدة؟ لا، حضرتك بتعرف بالظبط من غير انا؟ لا لا لا، صحيح. لا والله لا. طيب حاطط ال 100 ألف طن بتاعة العاصمة؟ لا والله. أنا بقول كده ليه؟ لا صح صح. أنا بعتذر وأقول.
هعتذر واقول انا بتكلم على البادجت الموازنه اللي عندنا اللي معتمده اللي كذا. فخامه الرئيس تكرم، وهذا ليست كلمه لمجامله، تكرم، وفي الكيان العسكري بيتعمل صومعه احتياطي استراتيجي للاستراتيجي، مش احتياطي استراتيجي لاستهلاكنا، احتياطي استراتيجي للاستراتيجي 100,000 طن والتكلفه مش من عندي، مش من عندي. ثم مستقبل مصر بنشكرهم جدا، ولسه كنت على تواصل معاهم من الصبح النهارده عشان بيزودوا مساحات القمح، والحمد لله ان شاء الله هتزيد مساحات القمح عندهم. هم بيعملوا مجمع صوامع في المرحله الاولى 200,000 طن، ولكن هتصل ل 300,000 طن، فهناك 400,000 طن كمان زياده عن الرقم. فلو قلت انا مخطط لنا، احنا عندنا 3.5 وكونتراكت ومتعاقد على 750,000 طن، بمعنى يبقى 4,250,000. وعندنا بنناقش دلوقتي ومع وزارة التخطيط والأجهزة المعنية ان احنا مع الاتحاد الاوروبي في حوالي 600,000 طن برضو خارج المجموعة اللي حضرتك تفضلت بيها، فده هيبقى حوالي 4.8 أو 4,850,000 طن. لو زدنا 400 هيبقى 5.2. دول يدونا 8 شهور احتياطي استراتيجي. حتى وان لم يكن هنعمل الثمان شهور، هيجعل مصر جاذبه لان تكون المركز الاقليمي لتبادل الحبوب في المنطقه، لسبب مش شرط يجي المورد يعمل صوامعه جديده، هيبقى الصوامع عندنا ونستطيع ان احنا نتعامل معه بحيث يجيب القمح بتاعه سواء لصالحنا او لصالح الجهات الخارجية. وهذا مشروع تحت الدراسة ومش عايز اتكلم فيه كتير، انما ان شاء الله يتم الموافقة عليه مع الدول التي نتكلم معها. فده اول جزء في البنية الاساسية. الجزء الثاني زي ما بنعمل في طبعا الصوامع هتحافظ لنا على القمح وهتقلل الفاقد، عشان بس اقول الفاقد، والفاقد لما انا كاتبه 10% تقدير كل المؤسسات، زي ما شفنا في الصوره في الشونه المفتوحه وفي اخر الموسم الاشوله كلها بتبقى اتقطعت والقمح نزل على الارض، مش اقل من 15 ل 20%. انما لو خدنا ال 10% في استهلاكنا احنا كوزاره التموين ب 10 مليون طن، يعني احنا بنتكلم في مليون طن توفير سنه. مليون طن السنة دي هو عبارة عن 10 مليار جنيه. الطن ب10,000 جنيه اشتريناه ب1,500 جنيه الأردب، مضروبة في كده تطلع 9,990، تطلع 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه في مليون طن يبقى 10 مليار، يعني اللي بنوفره في سنة قد كافة الاستثمارات حتى هذه اللحظة في 3.5 مليون ساعة تخزينية صوامع، كلفوا 7 مليار جنيه. حتى نعلم ما معنى المشروعات القومية والأمور الاستراتيجية التي تبنى اليوم حتى توفر لنا كثير من الهادر اللي كان بيضيع وما كناش بنتحاسب عليه، وكان ده لو بصينا في النقل، في المواصلات، في الكهرباء زي ما سمعنا رفع كفاءة الشبكة، في المية زي ما هنشوف رفع كفاءة المسائي والفاقد. لو فكرنا بس قيمة الفاقد الذي كان يحدث في المنظومات التي لدينا، سنحيي تحية إجلال وتقدير لكل هذه المشروعات التي تبني الحاضر حتى يستمر المستقبل في وقت أفضل. بالنسبة لنفس الموضوع، بالنسبة للسلع التموينية،
مصر لا توجد فيها مستودعات ومخازن، ويجب أن نعترف بذلك، استراتيجية تستطيع أن تحافظ على السلع بالجودة المطلوبة كما هي. احنا عندنا مخازن زي زمان، أربع حيطان، وقد تكون الحيطان مرشحة وقد تكون غير جيدة وقد تكون كذا، وده بنسميه مخزن. لم تعد المخازن للسلع الغذائية كذلك. المخازن النهاردة زي ما شفنا وانا بفتتح بعض المناطق اللوجستية، معنى المخزن بتجد انه هو مصنع حقيقي بأرفف، بكمبيوتر، بنظام معلومات متكامل، بأكواد للسلعة، الرف معروف بالكود، السلعة معروفة بالكمية وبالكود، كل شيء مميكن ومحترم ومنضبط. وبالتالي تم عمل في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها، ان احنا مصر محتاجة لسبع مستودعات او مخازن استراتيجية على ارضها. احنا ابتدينا باربعة، اربعة في السويس، والسويس ده هيخدم خط القناة، ثم في الشرقية عشان يخدم الشرقية والجزء الشرقي من الدلتا، ثم في الأقصر عشان يخدم اهلنا في جنوب الصعيد، ثم في الفيوم عشان يخدم شمال الصعيد وجزء من الجيزة، ولكن لدينا كذلك ثلاث مواقع أخرى سيتم طرحها في العام القادم. هذه المخازن الاستراتيجية احنا بنشتغل بثلاثة مليار جنيه شهر في سلع تموينية. الدعم في السلع التموينية 36 مليار في السنة، على 12 بثلاثة مليار في الشهر. لما حسبنا تكلفة هذه المخازن وهتأثر على ايه، طلعت 3.1% من قيمة السلع. لو احنا وفرنا بس 1% هنبقى اكنها ببلاش، لو وفرنا 10% وهي اقل ما يذكر، هنجد ان احنا هنعوض تكلفتها واجراءاتها في اقل من 7 سنوات تبقى كلها تمت. وبالتالي تم اعتماد ذلك وبمشاركة القطاع الخاص. المخزن الواحد بيتكلف، هو كل مخزن، مش مخزن يعني مخزن، مخازن على 10 فدان، لما بتكلم على مجمع مخازن 10 فدان، في موجود فيه أماكن تبريد، في أماكن تجميد، في أماكن جافة، في أماكن لدرجات حرارة معينة وانضباط معين، وكل ده مميكن بحيث ان احنا وحاسبين الحجوم والمساحات المطلوبة من كل صنف من دول بناء على التفنيطة السلعية اللي عندنا، سواء تشتغل فراخ قد ايه، لحمة قد ايه، خضار قد ايه، سمك قد ايه، او كذلك بقية السلع الجاف. هذه المستودعات طبعا كل واحد على 10 فدان، وبالتالي احنا بنتكلم في 1.3 مليون متر مربع للمباني، وتوزيعهم زي ما قلت التوزيع الجغرافي حتى يمكن الحفاظ على السلع التموينية وتقصير. انا عارف ان احنا متأخرين بس هطول، بس تطويلة واحدة بس. امازون ما بقاش امازون اللي احنا بنشتري منه من العالم ده الا بالمخازن واللوجستيات. من سنتين اتنين ما كانش عنده منتجاته، فلابد ان احنا ناخذ بالاسباب، وما ينفعش ان انا اطلع اخزن في المصنع وبعدين اطلع من المصنع اخزن في حته وبعدين بعد كده انقل من الحته دي اودي على المركز او الحي وبعدين المركز او الحي يجي البقال ياخد. تكلفه النقل النهارده مع زياده الطاقه وزياده قطع الغيار وزيادة كذا، كل 3 أشهر مقاولين النقل بيجوا عشان نغلي عليه، نغلي فية النقل، لسبب بقى يمثل من 15% لـ20% من قيمة السلع. أنا بتكلم كلام يعني علمي مثبت، مش بتكلم حاجات عشان نقولها كده. فالنهاردة بقى اللي عايز يكسب يقلل مراحل التداول ويقلل النقل. فالمخزن هنا الأوامر بتجيله بيعمل لها تحضير، بتتنقل مرة واحدة
للبقال او لجمعيتي او لمنفذ المجمعات بتاعتنا. انما ما ينفعش نقعد التداول اللي كان موجود بيضيع السلع، وانتم تعلموا جيدا نشتكي بعد ذلك من جودة السلعة او الكيس مقطوع او الكيس نقص وزنه او الحاجات اللي احنا كلنا عايشينها مع بعض. بالنسبة للبنية الاساسية الجزء الاخر وهو المناطق اللوجستية. انا مش بدخل في نطاق وزير النقل في مناطق وزير النقل. ليه؟ المناطق اللوجستية سواء الحدودية او في المواني، وهناك تنسيق كامل ما بيننا وبين بعض، ولكن المناطق اللوجستية للتجارة الداخلية الإقليمية من اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية. ومن ثم لما حضرتك اعتمدت لنا الخطة الاستراتيجية، النهاردة عندنا 14 منطقة لوجستية. بنتكلم عن منطقة 100 فدان، وبنتكلم عن 50 فدان، وبنتكلم عن 80 فدان، وبنتكلم أقل منطقة 23 فدان. يعني احنا مش بنتكلم عن مجمع استهلاكي او مول كبير او كذا، احنا بنتكلم عن منطقه بيبقى فيها تعدد اغراض سواء للتجاره او للمخازن او لاعاده التغليف وعمل الطلب، وبالتالي بتبقى متعدده الاغراض. موجوده في 14 مشروع في 10 محافظات، ولدينا أراضي في كافة المحافظات، وإن شاء الله نغطي كافة المحافظات. هذه المناطق اللوجستية مهمة جدا جدا لسبب أحد مصادر العمالة الكثيفة، لسبب كتير قوي في الوظائف. وبالتالي نجد إن إحنا في الـ 14 منطقة بنتكلم في فوق 60,000 وظيفة مباشرة، وفوق 160,000 وظيفة غير مباشرة، من 1 لـ 3 تقريبا بتبقى وظائف غير مباشرة. وبالتالي وظائف بقى جيدة جدا، مستدامة كذا. ولذلك اللي يروح للمنطقة اللوجستية في طنطا يقدر يشوف قد ايه هذا العمل موجود وجيد جدا، واضاف الى محافظة الغربية الكثير، وخدم كذلك محافظات أخرى. بالإضافة للبنية الأساسية كان لابد من زيادة القدرات الإنتاجية. يعني احنا اتكلمنا في الصوامع كبنية أساسية، وكلمنا في المخازن الاستراتيجية، وكلمنا في المناطق اللوجستية. كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية اللي عندنا في الصناعات الغذائية. وهنا بس بدي مثال على المطاحن، وسيادتك وجهت بتطوير المطاحن وأن نجعل مصر كذلك، مع أننا بنستورد قمح، إنما نستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو صناعة منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات. النهاردة مصر بتشتغل بكل طاقتها في صناعة الطحن، وما كان في القطاع الخاص بيشتغل ب50%، النهاردة بيشتغل ب100%. السبب طبعا احتياجات السودان وليبيا، واحنا مغطينها بدرجة عالية جدا. تم وضع خطة متكاملة لتطوير كافة المطاحن. انا حاطط هنا بس مطاحن القطاع العام ومطاحن القطاع الخاص. وكان ما قبل 2014 كان تم تطوير مطحنين، النهارده تم تطوير 9 مطاحن، ورفعنا القدرات الانتاجيه بتاعتها من 8500 طن يوم الى 19700 طن يوم. وطبعا دي بتكلفه 500 مليون جنيه. طبعا ده من داخل الشركه القابضه للصناعات الغذائية. وكان قبل كده الموازنة المحطوطة للشاشة اللي هنا اتطفت، فالزر بتيجي على الساعة 9 وتقفل.
طبعا تم عرض مع حضرتك تطوير قهوه فينا، وتم عمل شركه جديده بالشراكه مع الخدمه الوطنيه، وخدنا 126 فدان من احسن المناطق بجنب سايلو فودز بنفس المنطقه في السادات، وجاري العمل تم الانتهاء من حوالي 40% من الاعمال الانشائيه، وتم وضع كراسه شروط ومواصفات لخطوط الانتاج، وان شاء الله هيتم يعني توقعي كان مفروض في 30/6 ده ننتهي، ولكن بنعتذر سيادتك ان يمكن 30/6/24 اللي نقدر ننتهي من مصانع قهوة فينا، بحيث يزيد القدرة الانتاجية وزيادة التصدير. زي ما قلت 126 فدان هتتكلف بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وبالتالي تم جزء كبير يعني تم دفع يعني المباني تقريبا اكتر من في مباني انتهت وفي مباني على 40%. يا دكتور انت دفعت 600 مليون جنيه. دفعت 600 مليون جنيه يا دكتور مصطفى. دفعت 600 مليون جنيه. دفعت 200. لا اللي كل اللي دفعته في الموضوع ده بتاع قهوه فينا لغايه دلوقتي 600 مليون جنيه. اكمل لك بس. طب بقيت الفلوس عشان التاخير بتاع بالمناسبه انا قلت لهم تعاقدوا. يعني ما تنتظروش الدكتور علي. انا قلت لهم كده بجد. لا والله انا عارف. تعاقدوا عشان نقدر نخلص في ميعادنا. انا بس عايز اقول لكم هي الفكره بتاعت ان احنا بنحيا قهوه فينا ليه؟ معلش انا يعني عشان الساعه 9 وانت قلت ان الوقت ازف يعني. شوف احنا المصانع دي كانت قبل كده بتطلع انتاج، كانت بيجي في الازمات بتاعت مثلا بين العروات وبين الكلام ده، فالناس تبقى متدور على منتج تقدر تجيبه بسعر مناسب، مش كده؟ او حتى المرأة العاملة او كده تقدر تجيب بالمنتج ده وتستخدمه وتوفر وقت. وبعدين برضو تاني نتيجة ان الادارة بتاعت الامور ديت لسنوات طويلة تراجعت وانتهت، وانتوا كنتوا خلاص خلاص فقلنا لا احنا نجيبهم تاني ونعمل مصانع جديده جدا. وحتى لما قلنا الانتاج اللي انتوا كنتوا طارحينه انا قلت ضعفناه. انا بقول طب ليه؟ لان الكميه اللي كانت مطروحه وقتها كانت بتتناسب مع عدد سكان غير اللي احنا فيه خالص وغير اللي احنا رايحين له. وبالمناسبه انت قلت عشان التصدير، وانا معاك، بس بعد ما ايه؟ بعد ما نلبي المطلب بتاع السوق المحلي بتاعنا، يعني بعد ما نخلص الناس بتوعنا. اي حاجه بنعملها الاول بنقول نلبي المطلب داخل الدوله، ثم لو احتاج لو في فرصه ان الكلام ده يطلع يتصدر نصدر. انا بس عايز اقول لي كل وقت نضيعه في مشروع زي كده او غيره احنا بنضيع فرصه، لان الاسعار بتتغير والظروف بتتغير. اتفضل. شكرا. قمة البنية الأساسية وهي إنشاء البورصة السلعية. البورصة السلعية مصر كانت مشهورة قوي بالبورصات قبل كده، ولكن في الستينات وما حدث في التأميم وكل ده ألغيت البورصات، سواء بورصة القطن أو بورصة البصل أو كذا. والحمد لله منذ عامين فقط تم أخذ قرار من مجلس الوزراء لإنشاء شركة فيها مشاركة ما بين البنوك وما بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومن بين جهاز تنمية التجارة وكذلك هيئة السلع التموينية، بحيث بقت البنوك المصرية الأهلي وكثير من البنوك وبنك مصر موجودين، فابتدى يبقى في كيان اسمه البورصة السلعية. البورصة السلعية عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية قوية بحيث تبقى موجودة، بحيث يكون عليها البائعين والشاريين وكذلك الناس بتوع التقييم وكل الامور اللازمه في البورصه. فتم العمل بيها، وكان لها اثر مهم جدا في وقت الازمات، وكلنا سمعنا عن وقت ارتفاع اسعار الذره وارتفاع اسعار القمح وارتفاع اسعار كذا. وبالتالي استاذنت حضرتك ووافقتني ان احنا طالما مش هنأثر على الاحتياطي الاستراتيجي نقدر ندخل بايعين لأول مرة قمح في البورصة
حتى يمكن استقرار ثمن القمح، وده كان حصل في اول العام الماضي في العام الدراسي الماضي، عشان كان سعر القمح وصل ل 15,000 جنيه وكذا. المهم قدرنا ننزله، والنهارده بقى ب 10,600 وبنزل في البورصه موجود في السوق قمح. وكذلك تم حدث في الذره، والحمد لله استقرت اسعاره وتم الدخول في كسب فول الصويا وكذلك الذره الصفراء والرده، والرده اللي هي الناتج من الطحن ان شاء الله هنحطها كلها على البورصه، وما يبقاش في اسعار اشي ده اقل من ده ولا حد بيشتغل في السوق السوداء، وبالتالي هتدي نوع من الاتزان. هناك احتماليه كبيره جدا، او تم اخذ قرار ان كل مشتريات الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وكذلك هيئه السلع تتم عن طريق البورصه المصريه، وبالتالي يبقى فيها نوع من الشفافيه ونوع من الافصاح. كل ده تم في سنه ويعتبر عمل جيد جدا، حوالي 8,000 عمليه تمت. حتى احنا بنشتغل حد واثنين وثلاث واربع وخميس، حد واربع قمح والاثنين ذره، ويوم الخميس سكر، ودخلنا السكر كمان على البورصه. 235 شركه النهارده مشتركه في البورصه، واعتقد هتنشط اكتر واكتر، وهتبقى احد الاليات المعتبره اللازمه للافصاح والوضوح وتحديد الاسعار بناء على العرض والطلب. ده بالنسبه للبنيه الاساسيه. عشان يمكن المواطن انه يصل ليشتري السلعه، كان لابد من اعاده صياغه شبكه التوزيع. شبكه التوزيع عندنا كانت محدوده بالشركه الشركات الجمله والمنافذ بتاعتها، وكانت تعاني من عدم الميكنه وكذا. تم ميكنه كافه شركات الجمله المصريه والعامه والنيل واسكندريه ب 1400 موقع او 1401 موقع، منهم 881 مجمع استهلاكي يعني منفذ للمواطن، و 515 مخزن جمله بقى المخازن مميكنه، وخمس ادارات مركزيه اللي هي مسؤوله عن توزيع هذه الامور، وتم ربطهم جميعا بنظام معلومات يعتبر من اكبر نظم معلومات التجزئه في جمهوريه مصر العربيه. بالاضافه الى ذلك تم عشان يبقى في توزيع منتظم، عملنا خريطه وحطينا المواقع بتاعتنا على جي اي اس، وابتدينا نشوف ايه الاماكن اللي مش موجود فيها منافذ، وعملنا مشروع جمعيتي وحضرتك تابعته معايا، وكان هدفنا نصل ل 7,000 منفذ. احنا النهارده فتحنا 8,065، واحنا في المرحله الخامسه وهي النهائيه، وان شاء الله قد نصل ل 9,000 منفذ. ده بمشاركه كنوع من الفرانشايزنج او نوع من حق العمل مع الشركه القابضه. احنا بنديهم السلع وبنديهم هامش ربح، وبالتالي بيكسبوا. كل منفذ من دول على الاقل بيشتغل فيه ثلاثه، وبالتالي ده عمل اكثر من 25,808 فرصه عمل بمشاركه القطاع الخاص او صاحب المنفذ. وبالتالي بقى عندنا شبكه توزيع منتظمه، المسافه ما بين اي منفذ والتاني لا تزيد عن 500 متر او في هذه الحدود، وبالتالي طريقه وصول المواطن للسلعه سهله جدا. النقطه اللي كانت مهمه جدا، لابد من رفع مستوى اداء الخدمات، وحضرتك وجهت في المرحله الثانيه لفتره حضرتك ان اهميه رفع مستوى اداء الخدمات والتوجه للتحول الرقمي. الوزارة التموين تعتبر من أكبر الوزارات المشتركة في عملية التحول الرقمي، سواء بالنسبة للخدمات التموين أو بالنسبة لقاعدة البيانات المستفيدين، أو كذلك بالنسبة لكافة الخدمات الأخرى التي نقدمها. ومن ثم تم تطوير ما نسميه مراكز الخدمة. قبل مراكز خدمة المواطنين
تم تطوير 378 مركز خدمة. قبل 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين، وكان كله عملية ورقية ولا يوجد أي شيء. هذا الموضوع تم خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تطويرهم، تكلفونا 593.7 مليون جنيه. وتم الاستعانة، هنا بقى حاجة مهمة جدا بالنسبة للخدمة العامة، وكلهم بنات وولاد، من البنات معظمهم في الخدمة العامة، بندي الطلب بتاعنا لوزارة التضامن، بترشح لنا بناخدهم، وهم اللي بيشتغلوا دلوقتي في مراكز الخدمة وأدوا أداء مش متميز فوق التميز في تقديم الخدمات. السجل التجاري ده موضوع حكاية لوحده خالص، إنما الحمد لله النهاردة بنتكلم عن قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، بينما كان من قبل ذلك كل محافظة لوحدها، واللي مطلع السجل التجاري من الجيزة وهو في اسكندرية وعايز ياخد تأشيرة كان لازم يجي الجيزة. النهاردة هذا الموضوع لم يعد، وبقت قاعدة بيانات موحدة نستطيع أن نؤدي الخدمة من أي مكتب من سجل التجاري أو حتى من عن طريق الإنترنت. كان عدد المكاتب اللي موجودة في السجل التجاري 85، وصلناهم ل 110، بالإضافة إلى الربط مع آي سكور في البنوك وكثير من البنوك، وأصبحنا نؤدي الخدمة بتاعة السجل التجاري من داخل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الأهلي وكل البنوك، بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمات من مصر الرقمية، بحيث النهاردة بيتم كل هذه الخدمات. تكلف 3.8 مليون جنيه. طبعا ربط خدمات السجل التجاري وبناء قاعدة موحدة، رفع كفاءة مستوى أداء الخدمات، وده كان أهم حاجة، تيسير عملية دمج القطاع الغير منظم للقطاع المنظم لتسهيل الإجراءات، ربط زي ما قلت المكاتب السجل التجاري مع البنوك، وإطلاق خدمة السجل التجاري عبر الموقع الإلكتروني. لا نرجع في دي بقى. بالإضافة للسجل التجاري، عشان كنا نقلل البرزنتيشن، طبعا هناك مراكز حماية المستهلك، تم عمل 32 مركز جديد لحماية المستهلك في كل المحافظات، وكذلك تطوير الدمغة من الدمغة الميكانيكية إلى الدمغة بالليزر. يبقى احنا اتكلمنا عن توفير وإتاحة السلع، اتكلمنا عن كيفية تنظيم شبكة التوزيع حتى يمكن للمواطن بسهولة أن يحصل على السلعة، ثم كذلك رفع الخدمات التي نؤديها للمواطن. كان من المهم جدا زيادة قدرة المواطن على الحصول على السلعة، وهنا اشتغلنا على حاجتين بموافقة من دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. لم يتم رفع سعر أي سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضي، بمعنى السكر النهاردة بننزله على البطاقة التموينية ب 12 جنيه و60 قرش، الرز بننزله ب 12 جنيه و60 قرش، الزيت 8 من 10 بننزله ب 30 قرش، المكرونة بننزلها ب 14 جنيه، ثم كذلك كافة السلع الأخرى. بمعنى أصح إن إحنا لم نحاول أن نزيد الأسعار التموينية على المواطن. كذلك تم زيادة الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة للمواطن. إذن الدولة هنا بتعمل ما تستطيع أن تعمله حتى تقلل من حجم الضغوط اللي على المواطنين، سواء من التضخم الخارجي أو من التغيرات الداخلية في سعر العملة. وبالتالي زاد، كان في 2014 دعم الخبز كان 18.5 مليار جنيه، النهاردة 91.6 مليار جنيه. الفرق ده كله تحملته الموازنة العامة للدولة حتى نحافظ على سعر الرغيف بخمس قروش. الدعم السلعي كان 13.4 من 10، النهاردة زي ما قلت 36.1 من 10، وبالتالي الدعم تضاعف أكتر من 4 مرات خلال 9 أعوام السابقة.
كل ذلك حدث، ولكن أريد أن أقول شيء بسيط جدا. مع كل الأزمات التي مرت بها مصر ومع كل الأزمات العالمية التي حدثت، الحمد لله لم يكن هناك نقص في أي سلعة موجودة في مدى هذه المدة. وكذلك أريد أن أعلن النهاردة وإحنا واقفين عندنا احتياطي استراتيجي 5 شهور من القمح، عندنا 6 شهور على الأقل من السكر، ومع أن الموسم هيبتدي في فبراير، عندنا من الزيت لأول مرة يحدث أن احنا عندنا 6.6 شهر كفاية زيت من الزيت عباد الشمس والصويا، عندنا 3 شهور للتموين من الرز، مع ان الموسم بدأ واحنا بنتكلم دلوقتي وهيدخل في الموسم الجديد في اخر هذا الشهر في كل المحافظات. عندنا بالنسبة للدواجن، وسمعنا النهاردة اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولكن احنا كذلك عندنا عقود واحتياطي يمثل 12 شهر من الدواجن المجمدة، نتيجة دي على عقود. عندنا بالتعاون برضو، ولازم نتمنى السلام للسودان الشقيقة، اتعاوننا معاهم وابتدى الامداد منهم يبتدي يتحرك بطريقة اكثر جودة من الفترة اللي فاتت، ولكن اتفقنا مع جيبوتي واحنا بنجيب من جيبوتي، وبالتالي عندنا رؤوس حية تقضينا 3 شهور والامداد مستمر. فانا بقول الحمد لله وبشكر حضرتك جدا لإتاحة هذه الفرصة لعرض حكاية وطن عظيم بأهله وناسه. يا دكتور علي. أي فندم. الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق. أرجو إنك ترد عليهم. حاضر حاضر. لابد أن نقف مع المواطن، وله كل الحق أن يقول لسبب هو عنده معاناة معينة، وبيروح يلاقي ده ب 18 جنيه وبعدين يلاقي عند الراجل التاني ب 22 جنيه ويلاقي عند الراجل التالت ب 23 جنيه. وما أدرانا جميعا تأثير السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك دلوقتي بكذا دلوقتي بكذا. صحيح هناك اختلافات، انما يمكن كنا بنتكلم مع انا ووزير الزراعه ومع دوله رئيس الوزراء، لما البصل زاد كانت فرق عروات، ومع ذلك خدنا قرار بمنع تصدير البصل. وانا بقول، ولكن بعض الزملاء ما وافقونيش، النهارده البصل ابتدى ينزل. اسبوع واحد حضرتك وانا مسؤول قدام حضرتك وقدام المجتمع، الرز هيبتدي ينزل. احنا باتفاق مع دولة رئيس الوزراء هنعمل نموذج، نتيجة الحمد لله عندي احتياطي جيد من السكر، هنزل بس بقواعد معينة السكر بيعبوا، ولكن هيتعهدوا بسعر معين وللتجار وتعهد بسعر معين، وعندي اجتماع معاهم يوم الثلاثاء الساعة 2:30 في الوزارة هنا. هيوافقوا على هذا ويمضوا، هنتحرك معاهم ونديهم السعر بطريقة معينة ونحكم السعر النهائي دون أن ندخل في تسعير جبري. لسبب بيجيلي من مجلس النواب، وزمايلنا من مجلس النواب موجودين لغاية النهاردة، وجايلي من رئيس المجلس، نريد تسعيرا جبري. الدستور نص على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر منضبط، وادانا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ادانا حق، ادى وزير التمويل حق ان هو لسلعة معينة ولمدة معينة ان يعرض بأسبابها على دولة رئيس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة. استخدمنا ده في السكر في 2017، انما انا عن نفسي ما احبش انها تكون ممارسه عاديه، يعني نيجي يلا نحدد السعر انتو. لسبب يوم ما بيكون عندنا احتياطي زي ما كان عندي احتياطي جامد في القمح، فنزلت بايع بطريقه معينه قدرت احكم السوق، برضو النهارده عندي في السكر
هقدر انزل اهدي الاسعار لسبب السكر عالميا وصل لارقام زي مع البترول ما بيطلع كده حضرتك، السكر بيمشي معاه بالظبط لسبب للاسف البرازيل وهي اكبر منتجه للسكر مع امريكا بتدعم تحويل السكر لايثانول عشان يبقى وقود نقي ونظيف وكذا، بتدعم اللي بيعمل كده. فاول ما الدولار البرميل يكسر ال $100 او $90 السكر مهما جاب ثمن تحويله يجيب فلوس اكتر. فاكبر مصدر للسكر البرازيل واكبر واحد بيشتغل في تحويل السكر لطاقه نظيفه البرازيل. مين بيشجعها؟ الامريكان. فاحنا ما بين امور، النهارده السكر وصل $750 فب سكر ابيض. ف يعني الامور بقت ضاغطه من الخارج، بنفعل ما نستطيع؟ نعم. موضوع ان انا ادخل واقفل التاجر ده واقفل التاجر ده واقفل التاجر ده، دي اسهل حاجه. ولكن لم تثمر ولم تؤتي بنتائج جيده. هنقعد معاهم ونتفق ونضع حدود قصوى، لو تمشينا كده كويس، ما بتمشيناش كده هنلجأ للقانون ومجلس الوزراء ونحدد اسعار. انما الحق قال سواء البصل او الطماطم فروق عروات. طب ليه لما الناس الطماطم كانت بالتلاتة جنيه واتنين جنيه والعشر والخمسة كيلو كانوا بعشرة جنيه؟ عشان كانت زيادة. النهارده فرق عروة. فبنيجي نحاسب بعض على امر بيحصل اسبوعين او ثلاثه. انا لست متاسف، انا الام وهبقى سعيد جدا عندما يوجه لي اللوم من المواطنين على عمليه ضبط الاسعار، وسوف نفعل ونحاول اقصى ما في وسعنا حتى يمكن ان نهدي من هذه الظاهره اللي هي فيها جزء نستطيع ان نتحكم فيه وجزء غير قادرين للتحكم فيه. بس انما بنوعدهم ان شاء الله ان بكره هيبقى احسن من النهارده بكتير جدا ان شاء الله. شكرا.